ومكملين حلقتنا من أحلى واحدة، ودلوقتي معانا خبيرة الأبراج والطاقة واللي هنتكلم معاها عن أسرار برج العذراء بما إننا في وقته، وهنعرف منها كمان توقعات الأبراج لباقي شهور السنة ورسالة ونصيحة لكل برج، وكمان هنسألها عن الأبراج اللي بنعتبرها أذكى من اللازم أو خبيثة حبتين، والأبراج اللي مش بتعرف تسامح بسهولة. خليكوا معانا وحضروا نفسكوا لحلقة مليانة مفاجآت، ورحبوا معايا بضيفتنا اللي منورانا النهاردة خبيرة الأبراج والطاقة إيمان خير. منوراني يا إيمان حبيبتي، أنا قاعدة مستنياكي. دي حاجة تسعدني حبيبتي. بصي انا عايزه، يعني انا حاسه ان انا مليانه حماس اكتر من المشاهدين، يعني اللي هو ايه. يلا بينا، يلا خلينا نبدا بقى ايه، نسال عن برج العذراء بما ان هو برج الشهر ده، فخلينا نعرف معلومات اكتر عنه. طيب ماشي. برج العذراء هو اول حاجه برج ترابي. ناس كتيره مش بتفهم يعني ايه برج ترابي، يعني العنصر اللي متحكم فيه هو الارض، فبتلاقي من صفاته التراب، اللي هو انه ثابت، صعب انه يغير قراراته، هادي جدا، مش هادي، بطيء في اختياره للقرارات، لان الارض مش سهل انها تتغير، مش زي النار، مش زي الهواء اللي بسهوله ان هم يتبدلوا. مثلا العذراء هو بيبدا من 23 اغسطس ل 22 سبتمبر. هو من الابراج اللي تقدري ان انت تقولي انك تعتمدي عليهم في القرارات المصيريه، من كتر ما هو برج بتحسي ان هو عامل زي الخوارزميات بتاعه الكمبيوتر وبتاعه الاجهزه المهمه. هو شخص دماغه لا تتوقف عن التفكير، فلو انت شخص مش عايز يتعب نفسه ويفكر، تعتمدي عليه 100% ان هو هيحط لك كل الافكار المهمه، هياخد الموضوع والمشكله بتاعتك، هيشوف فين كل التفاصيل ويبدأ يحدد. عامل كده بالظبط زي القناص، يعرف فين النقطة المهمة ويخترقها. عشان كده دايما برج العذراء من الأبراج إن لما يقولك إن هو في حد مريب أو مش مريح، تصدقيه وإنتي مغمضة عينيكي. تمام. لأن هو ما عندوش، أنا دايما أقول هو ما عندوش حدس زي الأبراج المائية، لكن هو عنده قدرة إن يشوف ما وراء الأشياء بطريقة غريبة جدا. يعني بيشوف مقر الناس مثلا من وراهم جدا، برغم ان هو مش ماكر، لكن هو عنده ذكاء شديد. مجرد ما يشوف الشخص تحسي ان في مجموعة معادلات غير طبيعية اتعملت جوه دماغه بشكل غريب، وتلاقيه طلع لك تحليل. انت بالنسبة لك هو انت جبت الكلام ده من فين؟ يعني انت شخص انت لسه شايفه دلوقتي او قعدت معاه نص ساعة او ساعة، ازاي بتقول الكلام؟ عذراء رجل ولا عذراء ست؟ العذراء الراجل اكتر. اكتر عذراء الست تعتمدي عليها في الامور مثلا الاداريه، في التنظيم. هي شخص يقدر يدير الامور بشكل كويس لكن ما ينفذوش. يعني دي حته في العذراء. جينا للحته الصح. هم يقعدوا تقول لك ده يتعمل بالطريقه الفلانيه وده يتحط هنا، الشخص ده تصدقيه، الشخص ده تاخدي بالك منه، لكن هي ما تنفذش بايديها، تدي اوامر بس. تدي اوامر بس لان هي عقلها طول الوقت شغال. بس اعتقد العذراء، هتكلم عن العذراء الست، ما بتقبلش انتقاد خالص. هو العذراء اصلا ما بيقبلش انتقاد، برغم ان هو البرج الاول في الانتقاد، ينتقد كل الناس. متنمر. بصي هو مش متنمر، هو بيبقى شايف ان بالعكس انا بحبك فانا بنتقدك عشان تبقي افضل، لكن هو طريقته يعني قاسية شوية، فمش كل الناس بتقدر تستحملها. عشان كده دايما العذراء عنده مشاكل في علاقاته العاطفية. يعني تخيل مثلا راجل العذراء ممكن يبقى خارج سهران مع مراته في مكان، وهي طالعة على الباب، انت ازاي تلبسي قميص بالشكل ده، او ازاي البلوزة عاملة كده، ما بيعرفش يختار الكلام خالص، برغم ان هو في نيته هو عايزها اجمل واحدة، لكن هو الطريقة بتبقى لازعة جدا. ست العذراء مثلا الكارثة مع اولادها، هي عايزاهم دايما احسن ناس، فطول الوقت تنتقد كل حاجه بيعملوها، وهم ما يقدروش يقولوا ان هي بتعمل غلط. لا ده ممنوع. انا بجد والله انا بكلم بجد، ست العذراء ممنوع تنتقديها. هو انا اعرف ان القوس برضو ممنوع تنتقدي، بس العذراء بقى ايه، لو انتقدتي ست عذراء يا ويلك بقى. القوس ممكن تنتقديه بطريقه لطيفه ويقبل الانتقاد من الناس اللي بيحبها، تمام، تتكلم بادب هحترمك. العذراء لا، العذراء انا شخص منزه، انا ما بغلطش. اوه زي العقرب. لكن كل البشر بيغلطوا وانتم ما تقدروش تعترضوا عليا. ما تنتقدنيش.
خلاص ما يقبلش خالص، برغم ان هو 24 ساعه في ال 24 ساعه بينتقد الناس كلها طول الوقت والله. بس انا بقى عايزه اعرف ايه يعني العذراء يعني بيتوافق مع ايه من الابراج في الحب بقى؟ بصي العذراء في الحب بيتوافق مع العذراء اللي زيه، مع الحوت، مع الجدي شويه، يعني بيبقوا نقر ونقير بس يعني بينفعوا مع بعض، ومع الميزان والعقرب او الواحد. العقرب كويس مع العذراء. العقرب مع العذراء جدا، بس راجل عذراء وست عقرب. طيب ست العذراء، ست العذراء بترتاح مع راجل الحوت جدا، بتحب راجل الميزان لكن ما تتفق يعني ما تقدرش تكمل معاه، بعد شويه بتنهار منه. راجل الاسد لان هو بيقود فهي تدير الامور وهو ينفذها فبيرتاح. بترتاح كمان احيانا مع راجل الدلو، احيانا لان ست العذراء ست انتقائيه جدا جدا، يعني هي في الست وفي الراجل بس يمكن الست اكتر. يعني راجل العذراء اذا حب ممكن يتغاضى عن حاجات. طب بتفرق معاها الحب عن الصداقه ست العذراء؟ بصي ست العذراء عندها الصداقه اهم، يعني ست العذراء لو انت شخص احنا مثلا اصدقاء 20 سنه ولقيت ان انا ممكن ارتبط بيك فده يخليني اخسرك، لا مش هرتبط بيك، لان عندها الصداقه شيء مقدس على عكس راجل العذراء. الحب عنده هو اللي مقدس لانه عنده حاجه نادره قوي مش سهل انه يحب. ست العذراء لا بتحب قوي بس ما بتبينش جدا. بس المشكله لان هي مش بتعرف تعبر عن مشاعرها قوي، الناس بتتخيل ان هي قاسيه ومش بتعرف تتكلم وما بتعرفش تعبر. هي حبها بيبان في الاهتمام ما يبانش في الافعال، ان انا اخد بالي منك من تفاصيلك ان انا عايزاك كويس، هي بتعبر عن حبها بكده. طب احلى حاجه في برج العذراء واصعب صفه في برج العذراء؟ بصي احلى حاجه في برج العذراء الراجل انه حنين، وفي الست ان هي بتحتوي الناس اللي بتحبهم. اصعب حاجه طبعا الانتقاد واللي بنسميه البرفكشنزم، ان هي تبقى شخص صح في كل حاجه. الحكاية دي بتجهدهم قبل ما تجهد الناس اللي معاهم، هم عايزين كل حاجة ماشية على المسطرة. طب احنا بقينا بقى كام شهر قليلين على السنة الجديدة، يعني عايزين نعرف بقى ايه يعني مفاجأة حلوة كده لكل برج في السنة الجديدة. طيب ايه رأيك نسحب لهم كروت طبعاً. كل حد نقول له ايه بشرة حلوة هتحصل له من هنا لغاية نهاية السنة. احنا بنقول فلكيا الأوضاع صعبة، لكن دايما انا بقول ان مهما كانت الاوضاع الفلكيه صعبه ربنا دايما بيبعت جنبها حاجه تهون علينا التحدي اللي احنا فيه. طيب لو خدنا اول حد العذراء، بما ان احنا يعني في اعياد ميلاده، العذراء شهر 9 هيكون عنده فتره حصاد لتعب التسع شهور اللي فاتوا. ممكن نوري الكارت للكاميرا؟ أيوة نسيت الموضوع. هيبقى عنده فتره حصاد كويسه هتخليه يعني يجي له وضع مادي كويس، هيستثمره لغايه نهايه السنه علشان يبدا ان هو يجنيه على 2025. فالبشره بتاعه العذراء ان في فلوس جايه لكن الله. حطها في استثمار. الله حلو قوي الفلوس، اهم حاجه الفلوس على اهم حاجه الفلوس تيجي طبعا تيجي. وبعدين يعني يا ريت كل الابراج بقى ايه نوزع شويه فلوس كده. الحمل هقدر اقول له نصيحه اكتر منها رساله، الفتره الاخيره بتاعه السنه ياخد قرارات بالذات الشهرين اللي جايين، يبطل تفكير ويبدا ياخد افعال اكتر منه بيفكر، لكن يعتمد على حد يقدر يساعده ان هو ما يكونش متسرع. أوكي. لكن لغايه اخر السنه هو هيبقى عنده احداث كتيره وفيها اكشن كتير وتفكير محتاجة كتير، قرار ومحتاج قرار ان هو ينفذ قراره بالظبط. ده الحمل السنه يعني اخر لغايه اخر السنه مش راحه، لغايه اخر السنه لا في احداث كتير عنده، يعني لا فيها راحه ولا بالراحه، ده الحمل. أيوة من الاخر يعني. طيب برج الكاميرا ماشي، برج الثور وطلع له الكارت بتاعه ملكه النقود، اقدر اقول له ان هو محتاج لغايه اخر السنه هيركز على الاوضاع الماليه، هياخد قرارات مهمة جدا تخصه هو وتخص بيته وأولاده، ويحاول على قد ما يقدر إن أسراره تكون لنفسه ما يطلعهاش لحد، لأن هيكون في تلاعب كتير من هنا لنهاية السنة.
بس هو الثور كده كده اصلا ما بيقولش، يعني كتوم شويه، ما بيقولش اسرار كتير او ما بيحكيش عن حياته كتير. لا، ست الثور بتتكلم، راجل الثور بيحب يتباهى، لما يبقى عنده حاجات كويسه بيحب يتباهى فيها. فهو لان انا دايما بقول الثلاث شهور الاخرانيين في السنه احداثهم كتيره، الناس بتقول خلاص بقى السنه هتخلص، بتتفاجئ ان كان الاحداث اللي كانت متاجله كلها هتحصل في اخر ثلاث شهور. يا خبر ابيض. طيب برج الجوزاء هيبقى عنده الفتره الاخيره من السنه، هيكون عنده امور دراسيه، حاجات هيتعلمها جديده، محتاج ان هو اذا عايز يتحط في حاجه افضل سواء شغل او دراسه، محتاج انه يذاكر، يعلي مهاراته، يعلي قدراته، اذا مستني فرص جديده، لان على بدايه 2025 هيكون عنده فرصه كويسه سواء على مستوى الدراسه او مستوى العمل. وبخصوص الفلوس محتاج ان هو يكون حريص شويه من هنا لنهايه السنه. ده برج الجوزاء. برج السرطان. برج السرطان اخر 3 شهور في السنه، بما ان المريخ داخل عنده اصلا، فنقدر نقول ان هو لغايه اخر السنه هيجبره انه يطلع من منطقه الراحه وياخد قرارات هو مش عايزها. العلاقات العاطفيه هتكون مش مريحه، لكن على نهايه السنه هيتعلم دروس كتيره تخليه على 2025 يختار صح. يعني السرطان هياخد، هو المريخ داخل في السرطان عنده، فهو هيجبره ان هو ياخد قرارات صعبه، مش هيطبطب عليه، يعني اكتر ناس احنا هنبقى قلقانين عليهم هو برج السرطان لغايه اخر السنه. برج الاسد. انا قاعده مستنيه الجدي بمنتهى. يعني هنخش على الجدي. طيب برج الاسد طلع له كارت مهم جدا. الثلاث شهور اللي جايين اللي اقدر اقوله له ان هو هيبقى عنده تغييرات قوية جدا، هو نفسه مش هيصدقها، محتاج يكون حذر في كل تصرفاته، محتاج ان هو يفكر كويس، لان في تغيير قوي جدا 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 هيحصل الثلاث شهور لبرج الاسد، يعني يخلي باله من نفسه فيه. يعني ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ هيبقى تغيير صعب، هيبقى محتاج ان هو يتعايش ويتقبله، لانه هيبقى فيه تغيير كبير، تغيير مصيري. طب ما خلينا ناخد الجدي عشان ما تزعليش لو الوقت يعني. ما اسعفناش، ونرجع للباقيين. طيب برج الجدي من هنا لاخر السنه نقدر نقول ان هو هيكون عنده حلول كتيره لمشاكل كتيره عنده، هيقدر ان هو يحل في عنده حاجه كانت مقيداه ماديا، هيقدر ان هو يتحرر منها، يا اما هو هيسدها يا اما في شخص هيساعده ان هو يعني يرتاح من الوضع ده. في ناس هتتنقل من مكان لمكان او هيبقى عندها سفر كتير الفتره اللي جايه. اخر 3 شهور في السنه مهم جدا ان هو يفكر بعقل ومن غير اندفاع، لانه هيكون عنده تطور كبير في حياته، هيكون اسرع من قدرته على انه يعني يمشي معاه، لان الجدي خطواته بياخدها بالراحه. لا، من هنا لاخر السنه التطورات هتبقى سريعه، فهيبقى محتاج ان هو يكون ذهنه صافي وصاحي علشان التطورات دي يقدر يتعامل معاها. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ما قلنا نبدا بالجدي يا جماعه. ايوه شفتوا؟ قلنا الجدي. احنا قلنا العذراء، نخش على الميزان. برج الميزان نقدر نقول له ان كل اللي خسره في الاوضاع الماليه بتاعته هترجع له. في حاجات كتيره خسرها الفتره اللي فاتت، الثلاث شهور اللي جايين من السنه هيعوضوه، ولازم يبقى عارف ان كل حاجه خسرها كانت لسبب، واللي هيتعوض بيه لازم يدرك قيمه الحاجات ويعرف يحط طاقته فين وقوته فين، وياخد باله من الفلوس اللي هتجيله ما يصرفهاش كتير، علشان يعني هو هيبقى متخيل ان في فلوس كتير قوي فهيقعد يصرف كتير. لا، كل فلوس هتجيله يشيل منها 5% ادخار، علشان فجأة هتظهر قدامه مع نهاية السنة فرصة كان عايزها، وهتبقى محتاجة انه يحط فلوس كاملة قدامه، ولو ما جمعهاش هيندم على الفرصة دي. يعني يا ميزان ما تبقاش مبذر قوي، خلي شوية فلوس كده عشان في حاجة مهمة. العقرب. قوليلي العقرب. طيب العقرب من هنا لاخر السنه اهم حاجه عنده ياخد باله من صحته،
محتاج ان هو يحسن تواصله مع الناس، هتبقى كل المشاكل اللي هتبقى ظاهره عنده هتكون سببها ان في سوء تفاهم بينه وبين الناس، لان المريخ لما دخل في السرطان هو كمان هيأثر على الابراج المائيه بشكل قوي. مهم جدا عنده ان هو يكون في دوائر ناس بيحبها علشان يقدر يتعامل مع التحديات اللي هتبقى حاصله الثلاث شهور دي. يعني العقرب خليك حذر، خليك حذر وخليك وسط عيلتك واهلك والناس اللي بتحبهم. ده هيكون مهم جدا. ما يديش أمان لكل الناس كده. جدا. القوس، طيب القوس يعني اقدر اقوله ان احنا مطمنين عليك، اخر ثلاث شهور امورك هتكون افضل، عندك وضع مهني افضل بكتير من 9 شهور اللي فاتوا، هتتحط في حاجه تقدر تقول بيها ان انت يتكلل بيها نجاحك، وهتقدر تثبت نفسك لناس كتيره قالوا ان في حاجات انت ما تقدرش تعملها. نقدر نقول الثلاث شهور الاخرانيين من السنه هما 3 شهور مهنيين وتركيزه كله هيبقى اكتر على الشغل. يعني القوس في اخر 3 شهور في السنه دول هيحقق نجاحات كويسه مهنيه ممتازه ممتازه. طب حلو. يعني واسمه هيكون في شهره ايا كان المجال اللي هو بيشتغله. قلنا الجدي، نخش على الدلو. الدلو في حاجه هو خسرها من شهر 5 او من 5 شهور، اللي هيحصل ان هو هتتعوض له وربنا هيبعت له رساله كل يوم 5، او كل ما يشوف رقم 5 هتجيله رساله تعرفه ازاي يستثمر فلوسه بالذات ويوجهها ازاي صح، ارشاده ياخده من الاحلام ومن الحدس بتاعه. علشان ال3 شهور اللي جايين في ناس كتيره هيتعامل معاهم هتكون دوائر مش حقيقيه، ولان الدلو بيصدق الناس بسرعه هيتخيل ان هم ناس حقيقيين، فبلاش يصدق غير الاحلام والحدس بتاعه. اوكي، يعني بالنسبه للدلو صدق حدسك وصدق احساسك وخليك ورا احلامك، صح كده؟ هو ده اللي انا. ورقم 5 هو الرقم عنده هيكون خلال ال3 شهور دول، كل ما هيشوفه او كل يوم 5 هيكون عنده بشره حلوه جايه، هتبقى علامه لحاجه حلوه. علامه لحاجه حلوه. الله. برج الحوت تحقيق احلام، 3 شهور دول في حلم مهم جدا كان بيسعى له، ممكن نقول بقاله 9 سنين 9 شهور، بقاله كتير قوي وبذل فيه مجهود، وهيقدر ان هو يحققه ويوصل له ايا كان ايه هو. بس الاكتر في ناس هتبقى في الحياه العاطفيه هيكون عندهم تحقيق حلم كبير يعني كانوا نفسهم فيه بقالهم زمان. حلو قوي. يعني برج الحوت ايامه اللي جايه هتبقى عاطفيه وحلوه والدنيا فل. ايوه. هو يعني انا شايفه ان هو الوحيد اللي محظوظ، ويعني الدنيا عنده هتبقى افضل كتير. الحمد لله. يعني احنا هناخد البشره وان شاء الله خير. ان شاء الله. من خلال بقى رؤيتك كده ومعرفتك بالابراج والعلم بتاع الابراج، تقولي على مين اكتر برج ذكي، او يعني بصي خلينا نقولها ببساطه، يعني ايه اكتر الابراج خبث؟ بصي يعني السرطان. السرطان برج ذكي لدرجه الدهاء. تمام. بكار يعني. ما تقدريش تضحكي عليه ابدا، يضحك على كل اللي حواليه. ولان برج السرطان هم من الابراج دايما الشكل بتاعهم من بره، التقسيمه بتاعت جسمهم دايما سواء راجل او ست بريئه، حتى لو شخص طويل وعريض وبتاع بتلاقي وشه بريء، فدايما الناس بتنخدع فيه. لا بس انا بحس ان السرطان ده يعني ما حطيتوش ولا مره في الابراج الخبيثه من وجهه نظري انا. ما هو عشان كده هو خبيث. ما شفتوش خبيث خالص. بحس السرطان ده حد يعني برج كده من الابراج اللي ما تسمعيش عنها كتير. ملاك. ايوه يعني ما تسمعيش عنها كتير، ما فيهاش مشاكل. يعني اول ما بيقولوا مشاكل بسمع دايما العقرب، الجدي، الاسد، من اكتر الابراج. ما هو البرج اللي عنده دهاء ما بيعملش مشاكل خالص، هو بتبقى خطواته هاديه تحسيش بيها. عشان كده بقول لك انت بالعكس، عشان كده هو الاكثر دهاء. لما تتعاملي معاه تقولي يستحيل البراءه دي والطيبه دي يطلع منها كل الذكاء ده اللي ما يستخدموش غير في اوقات اشخاص قررت ان هي تضايقه. السرطان ما يحبش حد يضايقه ابدا. انا دي يعني مثلا العقرب، يعني لو انت ضايقتيه
هيبقى عايز يتاكد من حاجه واحده، هل انت كنت متعمده تضايقيه؟ لو انت كنت متعمده تضايقيه هياخد حقه، هياخد حقه. ده العقرب؟ العقرب متعمده او مش متعمده هياخد حقه برضه، ياخد حقه بعد ما انت تنسي الموضوع. عشان كده هو من الابراج اللي عندها دهاء شديد، يستحيل يستحيل العقرب ياخد حقه منك وانت متخيله ان هو في الفتره دي هو مقرر ان هو يضايق، يعني هياخد حقه. ممكن بعد ست شهور سنه يصبر، يسكت يسكت وبعدين يروح لغايه لما انت تطمني تماما. يا خبر ابيض. يعني برج العقرب مثلا من كتر ما هو برج ما يحبش ان حد يضايقه باي شكل، كائن العقرب نفسه لو حطيتيه وحطيتي حواليه دايره نار بيطلع ماده هو يموت نفسه، ولا انش النار هي اللي تموته. يا خبر ابيض، ايه ده؟ فهو عنده اعتزاز بنفسه مش طبيعي. فالحاجه الوحيده اللي بتبقى لطيفه فيه واهون من السرطان، لو انت متعمده تضايقيني انا هضايقك، لكن لو انت يعني غلطتي من غير ما تاخدي بالك في خلاص عفى الله عما سلف. السرطان لا، يعني كده انت ضايقتيني. يعني كده بالترتيب اخبث الابراج هناخدهم بقى بالترتيب. السرطان، السرطان، العقرب، العقرب، العذراء، العذراء والجدي. شكرا. شكرا، انا كنت عارفه بس ما رضيتش اقول. الجدي لا، الجدي برج ذكي وخطواته هاديه قوي، فما تتوقعيش. يعني برج الجدي من الابراج اللي يسيب اعدائه او منافسيه يتخيلوا ويثقوا مليون في الميه ان هم انتصروا عليه مليون في الميه. لا بس انا عشان ببقى كسلانه يا جماعه، والله مش خبص ولا حاجه، بس يعني ده بيبقى شغال. لا شغال، ممكن اكون ايه متضايقه ان هم ضايقوني، بس ما خلاص يا جماعه غروف داهيه، يعني هعمل ايه؟ لا. لو حد ضايق الجدي بجد مش هيسيبه غير وهو حاطط قبعته على قبره زي ما بيقولوا. بجد هياخد حقه، هياخد حقه. انا ولا خدت حقي ولا مره يا جماعه لحد دلوقتي. يبقى لازم نعلمك انك تاخدي حقك. طب بجد والله انا عايزه اعرف يعني. لا انا فعلا بسيب، بس مش كده، وممكن ابقى متضايقه من الاشخاص، لكن لا خلاص اخدوا اكتر من وقتهم معايا ففل قوي عليهم كده. بصي الجدي بيبقى على حسب درجه اهميه الحاجه عنده. يعني الجدي لو جيتي عند ولاده وبيته، انت جيت عند بيت الاسد بالظبط، ياكلك. جيت في حاجه مش مهمه زي ما انت بتقولي كده، خلاص مش انتوا بعدتوا خلص. سلام. لكن لو جيت الجدي والعذراء من والاسد من الناس اللي البيت عندهم والاسره والعيله حاجه مهمه جدا جدا. الاسد هيطلع ينتقم في لحظتها. العذراء هيخطط لغايه لما ياخد كل المعلومات. الجدي لا، الجدي هيفضل ساكت ساكت ساكت، لكن في اللحظه اللي هياخد فيها رد الفعل الطرف اللي قدامه بيبقى انتهى، زيه زي العقرب. يعني اللي هو ايه، العقرب بس ممكن يخلي الناس تسيب البلد اللي هو فيها. يعني انا 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 مش عايزه اشوفك في البلد كلها، فمن كتر خوفه منه انا هسيب اي حاجه انت موجود فيها. بس دي حقيقه. لكن كلهم بيجتمعوا في حاجه واحده، تعمد الاذى. ويبقى مره واثنين وثلاثه نبهك. يعني محدش من الابراج دي بيطلع من اول مره ينتقم. لا انا هسيبك مره واثنين وثلاثه، انت مصمم وانا نبهتك يبقى خلاص تحمل نتيجه افعالك. تستاهل بقى، ربنا معاك. طيب اللي بعد الاسد في الخبز. بصي الاقل بقى منهم شويه في الخبز الدلو. الدلو برج خبيث شويه، لكن في الحاجات المهمه عنده. يعني هو ما بيتعاملش بالخبز في العموم. يعني مثلا ستات الدلو ما تحبش ابدا حد يبقى عارف حاجه عن علاقاتها الشخصيه، برغم ان اللي الناس بتبقى شايفاه ان هم بيطلعوا وبيقولوا كل حاجه، ده مش حقيقي. حياتها الحقيقيه ما تحبش حد يعرف عنها حاجه ابدا، وممكن تقول لك معلومات مش حقيقيه تجدل علشان علشان ما حدش يبقى عارف حاجه عنها. راجل الدلو ذكي جدا جدا، وفي حته خبص شويه في التعامل معاه، لازم تبقي دايما مركزه في كل حاجه بيقولها، لانه ذكائه من كتر ما هو لطيف جدا انت عمرك ما تتخيلي ان هو يكون عنده خبص في التعامل، لكن هو من الابراج اللي عندها لا خبص شديد. عندي سؤال يعني غريب شويه، بس انا عايزه اعرف ايه اكتر الابراج مرونه سهوله في التعامل. بصي الميزان، الميزان من اكتر الابراج. الميزان بيتماشى مع كل حد على حسب شخصيته. الحوت،
لان الحوت احنا بنقول هو حكيم الابراج، هو اخر برج، فهو عنده صفه من كل الابراج، فتلاقيه عارف كل واحد يتعامل معاه ازاي ويريحه. اللي برضو مريح في التعامل شويه القوس. القوس لانه برج مبهج ولطيف وبيكبر دماغه فاللي هو انا لسه هنتخانق ولسه هنعمل مشاكل. القوس اي حاجه بتضايقه بيطلعها في الاكل، يا يعمل يا يشتري، دي سعادته. الاكل والالوان ما ياخدش معارك ابدا. القوس شخص ما ياخدش معارك ابدا ابدا ابدا، علشان كده للاسف حقوق كتيره بتضيع له لانه ما يحبش. عشان كده دايما القوس اقول له ايه، حط جنبك جدي، حط جنبك اسد، حط جنبك عذراء. ليه؟ دول يعرفوا يجيبوا لك حقك. هو اصلا، وبعدين هو من الابراج الطيبه اللي بتضحك عليه. يعني ممكن يبقى فيه عنده مشكله قويه جدا مع الناس، مجرد ما هم جم واتكلموا معاه ايه ده، خلاص ده صالحني، ده خلاص صالحني. مرن، انتوا عايزين نعمل ايه هنا، عايزين نرتب ايه هنا. الحاجه الوحيده اللي مش مرن فيها الاكل، يعني ما ينفعش ان انت تاكلي حاجه غصب عنه او مش لطيفه. هو بيحب الاكل الحلو زي الاسد وزي الطور. من الابراج المرنه برضو لا مش الجوزاء، انا قلت لك الحوت والميزان والقوس والحمل لو مزاجه رايق. بس الحمل صعب قوي، يعني الحمل ناري وهو نار فعلا. لو مزاجه رايق، لو مزاجه رايق بقى احنا نعملها ازاي؟ هيخلي لك الامور تمام، بس هو اقلهم. لكن يعني التلاته التوب، الميزان والحوت والقوس، هما اللي عندهم المرونه عاليه. طب ايه اكتر ابراج بيضحك عليها؟ اكتر ابراج بيضحك عليها عايزه اقول لك الثور لو حب يضحك عليه جدا جدا. الحمل على قد ما هو ناري لكن هو طيب وتعرفي تضحكي عليه بسهوله. ست العذراء تعرفي تضحكي عليه، بصي على قد شخصيتها الشديده دي، لكن يعني هاتي واحده سرطان جنبها. طب عشان المخرج احنا عايزين بس نعرف اي حاجه عن راجل الميزان. راجل الميزان بصي، راجل الميزان هو راجل، يعني انا بشوفه ان هو من اكتر الرجاله في الابراج جنتلمان، يعني حاجه كده زي رشدي اباظه. يحب كل حاجه حلوه، يعني ما يعرفش يبص على حاجه شكلها مش حلو، ما يعرفش يتعامل مع ست. راجل الميزان ما يتعاملش مع ست ابدا مش شيك، برفانها مش سابقها 3 متر، مش انيقه. يحب في كل حاجة، حتى ولاده يكون الأناقة عندهم نمرة واحد. عاطفي جدا جدا على عكس ما الناس متخيلة. صاحبه جدع جدا جدا. مشكلته الوحيدة المودية اللي هي بتاعت برج الميزان. إن يعني لما المودية بتاعته تحضر سيبوه في حاله، بس هو بعد شوية بيروق. طيب. ما يقبلش التطاول عليه، ما يقبلش ان انتي تغدري بيه او ما تعملهوش بشكل يليق بيه. انا هاخد منك بس قبل ما نختم، عايزه اعرف برج واحد، يعني هو التوب البرج العاطفي، اكتر برج عاطفي تمام، وبرج تاني اكتر برج ملفت. اكتر برج ملفت ست الاسد، اكتر برج عاطفي الحوت. الحوت يعني هو الحبيب حبيب حبيب، بس روتيني. لا خالص بجد، بالعكس، ده هو يحب الرومانسيه جدا جدا جدا، وحبيب حبيب 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 هو والسرطان. جدا. طب قبل ما نختم بقى، عايزين نصيحه او رساله لكل برج بالترتيب كده حسب ما انت عايزه. ماشي. طيب الحمل فكر 10 ثواني قبل ما تتكلم الفتره اللي جايه. الثور حط فلوسك تحت مخدتك ما تعرفش حد بيها. الجوزاء سافر وما تعرفش حد انت فين، العيون كتير عليك. السرطان ما تصدقش اي حد، مش كل اللي بيقولك بحبك هو بيحبك، اتأكد من مشاعر الناس. الاسد ما تكونش كريم غير مع الناس اللي انت واثق ان هم يستحقوا، لان هيبقى حواليك فترة كده فيها استغلال. العذراء نفذ كتير وفكر قليل من هنا لاخر السنه. الميزان بلاش تردد وخد ردود افعال واضحه وصريحه ما فيهاش تلاعب. العقرب فكر وقول مشاعرك وما تخافش
من ان الناس تنتقدك او ان الناس تقول ان هي ما بتحبكش. القوس نفذ كل اللي انت كاتبه بقالك سنين وعمال تقول بكره هنفذه بكره هنفذه، حقق احلامك لان انت ما تعرفش بكره في ايه. الجدي عيش حياتك ما تخافش، عيش حياتك اكتر ما انت بتفكر، يعني انفتح على الحياه اكتر علشان صحتك ما تتاثرش. الدلو كفايه انك تستخبى من الناس، وكفايه ان انت تداري مهاراتك، واطلع وري للناس قد ايه ان انت شخص موهوب. الحوت اطلع من العالم الفانتازيا اللي انت فيه، وابدأ حقق على أرض الواقع قبل ما تخسر حاجات كتير. يعني أنا بشكرك جدا 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 جدا. وبصي يعني أنا أكتر حد يعني طبعا مبسوط إن كنت معايا. ده أنا كمان ده مساعدتي. ولسه بقى عندي حاجات كتير قوي عايزة أعرفها يعني، بس طبعا الحلقة مش مكفية، بس إن شاء الله هشوفك قريب جدا إن شاء الله. حلقة تانية وتنورينا بجد يا إيمان. إن شاء الله. يعني أنا بشكرك جدا 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 ونورتيني. أنا منورة بيكو. نروح فاصل ونرجع نشوف الفقرة الثانية.